تفضل استاذ وشرفنا بالاسم ديالك وبغيناك تهضرنا على المشكله ديال الارض ديالكم اللي الان مازال ما تفضل استاذ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدي المرسلين. معكم الوالي عزيز من بلده انوال اللي هي تابعه للدائره ديال تلسينت اقليم بوعرفه جهه وجده. اتقدم اليكم باسم جمعيه شرفاء الادارسه ولاد سيدي محمد بن احمد غراس الخيل بانوال. حنا كجمعيه تنمويه وفي نفس الوقت جمعيه في قانونها الاساسي القانون يخول لها ان تدافع على حقوق وعلى الموروث ديال اولاد سيدي محمد بن احمد غراس الخيل دفين انوال، حيث اننا جدنا رحمه الله هو منذ اكثر ما يزيد على 1030 سنة، يعني لما عاش في المنطقة ديالنا وجا انه شرى واحد الارض، وهذيك الارض شراها عند الناس اللي كانوا قاطنين ديك الوقت تمايا عند الشرار بابني حسن وعند طوارق. فكانت الدولة الحاكمة هذيك الوقت اعتقد ما يسمى بالدولة الوطاسية. فمعروف على الدولة الوطاسية انها كانت يعني تعتمد في تسجيلها للملكيات، وكان يطبق كثيرا لمن اراد ما يسمى بالوقف بالتعقيب او الحبس بالتعقيب. فجدنا رحمه الله اشترى هذه الارض يعني بالمال الخاص ديالو وحبسها على أولاده جيلا بعد جيل بالتعقيب حتى تقوم الساعة. ونحن والحمد لله اليوم في عهد الدولة العلوية، وبهذه المناسبة الكلام ديالي أنا بغيت يكون رسالة استعطافية إلى جلالة الملك نصره الله اللي هو أمير المؤمنين. بهذه المناسبة نحن الشرفاء أولاد سيدي محمد بن أحمد غراس الخيل نجدد دائما بيعتنا إلى جلالته، وأنها ونشهد الله على أن بيعتنا إليه في عنقنا حتى نلقى الله تعالى إن شاء الله. فكما تعلمون أننا في الدولة المغربية حفظها الله ملكا وشعبا ووطنا، أننا هي الوقف أو الحبس هو محمي ومحفوظ بشرع الله وسنة رسوله وخليفة الله في أرضه اللي هو أمير المؤمنين حفظه الله. وعندنا ما يثبت ذلك، عندنا الوثيقة أنها مسجلة في المحكمة الابتدائية بتوريرت، هذا الشق القانوني، وكذلك أنها محبسة ونتوفر على إشهاد من وزارة الأوقاف معطى لنا من طرف نظارة الأوقاف بوجدة. كذلك أننا حولت النظارة أنها تراسل باسمنا كونها هي الوزارة الوصية، راسلت المحافظة، فراسلت المحافظة والمحافظة طلعت على الملكية، فكانوا قالوا لنا خاصنا نخلصوا واحد المبلغ كبير اللي هو يعني يفوق يعني 5 مليار ديال السنتيم. الأرض صحيح هي شاسعة وكبيرة بزاف، ولكن هذا لا يمنع أننا ما نمتلكوش هذه الأرض هذه.
إلا أنه للأسف ومن طبيعة الحال هذه الملكية هذه هي مكتوبة على جلد الغزال ومصادق عليها في هذا الجلدة ديال الغزال من طرف ملكين رحمهم الله، وهو الملك المولى إسماعيل والمولى سليمان من الدولة العلوية. تماما أستاذ، في 1963 الإخوان ديالنا الزوا، وبهذا المناسبة نشكر السيد المامون، وخا أنا ما تنعرفوش ولكن الله يرحمه ويوسع عليه، هو اللي نسخ هاد الورقة الجلدية، نسخوها في المحكمة يعني بأمور قانونية، وسجلت في كناش الأملاك بالمحكمة الابتدائية بتوريرت سنة 1963. وإذا به نحن في أنوال نجد أنفسنا يعني الأرض ديالنا أصبحت مصلحة المياه والغابات، هي مؤسسة محترمة ديال المغرب، وصادرت إن لم أقل كل الأراضي أقول جل الأراضي، حتى بلدة أنوان يعني من السوق الجديد حتى العين الخضراء، هذه هي المسافة اللي بقات لنا، ومن حمرية حتى شوية نقولوا شفق أو فرش عدي أو شي حاجة بحال هكا، ما بقى لنا والو. يقولون ما قمناش بالتعرض، السيد المحترم اللي هو السي محمد الطيبي الرئيس ديال هاد الجمعية، وكذلك الرئيس ديال الرابطة ديال الشرفاء ديال ولاد سيدي محمد بن أحمد غراس الخيل بأنوان، كتب الجهات المعنية، وكتب المياه والغابات، وكتب السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم فيقيق بوعرفة، والجهات المختصة كل هذا، إلا أنه ومؤسسات بالرباط، لكن ما على كل حال لا نرى شيئا ما هو إيجابي يحفظ لنا حقوقنا. فكما قلت قبل قليل، هذه الملكية المسجلة قانونا بالمحكمة وكذلك محبسة بشرع الله، فالحبس أو الوقف هو فرع من أصول الدين، كل شيء يخضع إلى التعديل إلا شرع الله وأصول الدين وفروعه لا تخضع للتعديل، وخصوصا أننا الحمد لله في دولة فيها إمارة المؤمنين ودين الإسلام. فأنا شخصيا في هذه الساعة أناشد جلالة الملك نصره الله وأطال الله عمره أنه تكون من جنابه واحد الالتفاتة كريمة لهذا الملف. نحن لسنا ضد المصالح اللي تتنجز في البلاد ديالنا على هذه الأرض، هذه لسنا ضدها، نحن مع تقدم الدولة ديالنا اللي هو المغرب، نحن مع رفاهية المواطن المغربي وتقدم إليه الخدمات إلى آخره، والمؤسسات والمستشفيات والمدارس والطرقات كل شيء، نحن والسدود كذلك. ولكن الحمد لله دولتنا هي دولة الحق والقانون، وكاين قانون ما يسمى بقانون نزع الملكية، فاللي بغى يبني شي مشروع ديالو أو الدولة تبني المشروع مرحبا تبني المشروع ديالها، ولكن ينصفونا ويعطيونا حقنا. كذلك المياه والغابات جاءت وصادرت الأراضي ديالنا وتنكتبوهم وتيقولوا لنا
خاصكم تعطيونا التصاميم الى اخره كذا. نحن اناس انوال هي منطقه نائيه، ما فيها بحر، ما فيها مطار، ما فيها غابات، ما فيهاش مناجم، ما فيهاش فرص عمل. الاغلبيه يهاجرون، هناك من يهاجر الى الديار الاوروبيه، وهنالك من يهاجر الى المدن المغربيه لكي يشتغل بسواعد يديه باش يكسب القوت ويرسل العائلات ديالو. انا من الناس اللي الاب ديالي خرج من البلده ديال الانوال في 1945، فعام 1945 كلشي تيعرفوا باللي هو عام الحريره، عام الفقر والجوع. ما بقي من الناس في هذه البلده هذه وما اناس جاهدوا وجلسوا في هذيك البلاد وكلوا مساكن يعني القليل، يعني ما كانوش يتوفروا على الاكل الكافي ويعني ولا الحياه رفاهيه وكذا، وضحاوا باش يكونوا في هذيك الارض. واليوم تجي المياه والغابات وتجي كذلك المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ويجي وياخذ الماء ديالنا من المياه الجوفيه ويبنيو الشاطوات ويدعيوا باللي انه الاراضي ديالنا حنايا هي اراضي جموع تحت وصايه وزاره الداخليه. هذا غير معقول. نحن بكل احترام نقول لوزاره الداخليه اذا كانت هذه الارض هذه هي اراضي جموع، اعطيونا واحد المذكره باللي تدل على هذه الامور. اتوا برهانكم ان كنتم صادقين. احنا نتوفر على وثائق من المحكمه الابتدائيه بتوريرت، من نظاره الاوقاف، من يعني من المؤسسات ديال الدوله. هنا اريد ان اشير الى نقطه مهمه، كل وزاره في المغرب فلها خصوصياتها وواجباتها. لا يعقل ان وزاره ما تتمادى على قوانين وزارة أخرى. حينما نقول أن هذه الأرض هي محبسة فهي محبسة، وباعتراف الوزارة الوصية اللي هي وزارة الأوقاف. فكيف يعقل حينما كنمشيو عند قايد أو شي حاجة هكا تيقول لك خاصك تمشي للمحكمة؟ لماذا؟ علاش غادي نمشيو للمحكمة؟ وحنا أصلا يعني أعتقد على فهمي البسيط راه الحبوس هذا راه شرع الله، يفوق المهندس الطوبوغرافي ويفوق كل المياه والغابات جاءت وحفظت في 2017. راه التحفيظ ديال سيدي ربي راه كثار من التحفيظ ديال البشر. ف احنا بصراحه تنحسوا في هذا الباب بظلم كبير، ظلم كبير. اننا باش نديروا اسف نتكلم شويه بالفرنسية، باش نديروا لي ليميتاسيون دو تيران لي بلان، راه هادشي سا كوت شير، اون بو با باي تو سا، واحد المبالغ اللي هي كبيره. كذلك انها المياه والغابات جاءت وصادرت الاراضي من يعني على الطريق على جنبات الطرقات. هاد المهندسين المحترمين ديال المياه والغابات جلسوا في المكاتب ديالهم وبقاو كيعملوا كياخذوا الاراضي. كاين بعض المرات الخط ديال المياه والغابات كيمر على اراضي فلاحيه وعلى ديور اللي كانوا تمايا. حنا جدودنا عاشوا باقل الامور وكانوا حنا بصراحه جنود مجنده وراء جلاله الملك في هاد المناطق هذا، وبدون يعني كيف نقولوا بدون اسلحه وبدون بدون بدون راتب وبدون بدون بنيات تحتيه كيجيو كياخذوا المياه ديالنا وكياخذوا الاراضي ديالنا. الى جينا للطرقات ما كاينينش، جينا للصحه لا نتوفر على طبيب. نحن في جماعه يفوق سكانها 15000 ساكنه لا نتوفر على طبيب. الطريق اللي عندنا بين انوال وتلسين هي كلها محفره. تيقولوا والله اعلم، راه كيقولوا غادي يبدا شي مقاول، ربما بدا ولا مازال يعني بدا ومشى. وهذا ربما هذا السيد المقاول عنده شي مشاكل ديالو خاصه به، الله يعاونه. على كل حال احنا هنا لا، ما احنا بكل احترام ما عندنا مشكل حتى مع شي مواطن ولا شي مقاول ولا شي حاجه، ولكن كل ما نريده انه الساكنه راه مكرفسه بزاف.
صراحة احنا تضررنا بزاف. كذلك يعني المياه والغابات اللي بغات الارض تمشي للجبال والديره سميتو، هذه في حالتي اللي بغينا حنايا في الحقيقه، ان هذه ارضنا وهذا حقنا. حنا كنتكلموا هكا لان حنا الحمد لله عندنا كل ثقه في البلاد ديالنا وفي المغرب ديالنا القوي، قوي بملكه وشعبه، ولان دولة الحق والقانون، وما كاينش قانون في العالم اعتقد اللي حنا كنمتلكوا واحد الحق ويجي واحد وياخذ لينا الحق ديالنا بدعوى ما عرفتش كيفاش دايره. فاحتراماتي للسلطات، السلطات المحليه خاصها تستجب لنا. كيف قلت قبيلات ان السيد عامل صاحب الجلاله، ان السيد الرئيس ديال الجمعيه وراه مريض شي شويه وما راه يتكلم، كاتبوا ما كاينش شي ردود ايجابيه، وحنا تنشعروا بواحد بالغ الاسى والاسف في هذا الباب هذا صراحه. اضيف الى امور مهمه، وانه الماء بالنسبه لنا حنا جات المكتب الصالح، الماء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وبغاو يعملوا لنا الماء تمايا، غتجي وتبنيوا لي شاطو تمايا، وربما الماء ما عرفت دايرين واحد الشاطو فين بغاو يديوه، تيقول لك بغينا نديوه للغيلان. غيلان كاين ما يسمى بواد النيل، تحفر جوج متر وعندك الماء. حتى السكينة ديال غيلان أو السكينة ديال الدكار أو السكينة ديال راه ناس أو تيزريبين أو كذا أو هذا، راه يمكن لكم السادات المسؤولين، يعني أنا تنعطي أسماء ديال الدواوير، راه ناس فقراء، راه الناس عندهم شوية المعز وشوية الكسيبة، والجفاف راه كمل عليهم مساكن الله يحسن العوان. غادي تجيب لي أنت الكونتور ديال الماء باش يخلص ويخلص الانخراط، والانخراط غالي، والماء عنده هو عنده البير، هو داكشي اللي غادي يخلصك راه غيجيبو مسكين خاصو الدقيق. راه السلطات تيعرفوا هادشي هذا، راه القفاف تتجي في رمضان، راه القفاف تتجي، راه هذيك ديال يعني المساعدات اللي تتقدم وتتقدمها الدوله لدوك الناس، راه عارفين الناس الحاله ديالهم، وبالتالي هي لونيب راها جايه بكل صريح العباره، جايه تصور الفلوس، ولكن باش تصورها على حساب مواطن منهك، اولا ما عندوش دخل، تيعيش غير بالموجود، والجفاف تتعرفوا شنو داير فيه وشنو ما شاء الله. شنو هما المطالب ديالنا؟ المطالب ديالنا اتمنى ان تكون التفاته من سيدنا حفظه الله، لانه هاد الملكيه هادي ديالنا هي تحت الوصايه نتاع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وان امير المؤمنين حامل المله والدين، هاد الامر هذا هاد الملكيه هي محفوظه من الله وسنه رسوله، ومحفوظه من طرف جلاله الملك، وبغيناها كنطلبوا من جلالته انه يوقف معنا. حنا راه ضعنا في كثير من الاشياء، وكنتمنى يتم تحقيق في هذا الباب هذا وفي هذا الاراضي هذا، ويتعاملوا معنا بامور قانونيه. راه حنا مشينا غير قلنا للمقاول اللي هو عيناته لونيب باش يخدم،
بشراكه مع الجامعه، هذيك امور انا لن اتكلم فيها. فجينا وقلنا لي دي ما خصكش تخدم باسكو هذه راه ارضنا وهذا وهذا، فاحيلنا الى المحكمه يعني بهذا يعني عندنا ملف جنحي عادي، وبقينا طالعين هابطين طالعين هابطين. فكل سفر تنخلصوا تقريبا 1000 درهم بالغازوال وبالاكل والشرب، لان حنايا حنا اصلا خص الناس يعرفوا باللي لا كارت ناسيونال السكان ديالنا لا حنا في انوال ولا في الاخوان ديالنا المجاورين راه تنخلصوا تقريبا هذا لا كارت ناسيونال كنمشيو 220 كيلومتر من انوال حتى لبوعرفه، هذه غير لا كارت ناسيونال، ما بالوك الجواز، ما بالوك شي امور في المحكمه، ما بالوك السبيطار ما عندناش، الطريق ما عندناش، راه تنعيشوا واحد الحاله مزريه. حتى البرلمانيين اللي تيجيو تينجحوا عندنا بصراحه حنا راه ما كاينش اللي تيبكي علينا، الناس اللي نجحوا في البرلمان جلهم، كاين اللي من بوعرفه، كاين اللي من فيقيق، كاين اللي هذا ما باش غادي يجي هو يبكي على هذه البلاد هذه، راه ما ماشي شغلو هو، وتيهضر ربما على بوعرفه. بوعرفه فيها المستشفى، فيها عماله، فيها عامل صاحب الجلاله، الحمد لله اللي بغى يشكي ولاده قريب ليه الحل، اما حنا راه الشكوى الله تعالى ما كاينش صراحه. نحن ممثلي جمعيه الشرفاء الادارسه ولاد سيدي محمد بن احمد بغينا نتنصفوا في هذا الباب، وحنا تنقولوا بهذه المناسبه نتمنى للمغرب ديالنا انه يكون قوي باقتصاد قوي بشعب يعيش الرفاهيه، ومن حقه ان يعيش الرفاهيه، ومن حقنا يكون تقسيم الدخل يعني الوطني، هذاك الشيء اللي كيتصرف على الدار البيضاء والرباط وطنجة ومكناس وفاس ما تيتصرف علينا حتى شي حاجه، حنا ولادنا مازالين تيمشيو تيمشيو للمدرسه مهددين عز الله وجوهكم غير بالكلاب، والله ما تدوز الكلاب ياكلوك، اطفال تيمشيو باش يقراو، ناهيك على العجاج، ناهيك على البرد، قساوه الطبيعه هذا ماشي معقوله، راه كلنا مغاربه الحمد لله. وهاد المساله هادي مساله ثانيه بغيت نتكلم عليها، الله يخليكم حنا عندنا المواطن تيجي تيركب باش يمشي للمستشفى ديال تلسينت، رغم تلسينت براسها دابا حاليا لا تتوفر على طبيب، وانا ما فهمتش كانوا قالوا لي باللي الطبيب تتخلصوا الجماعه، ما عرفتش انا واش حنا عندنا وزاره الصحه ولا ما عندناش، ما عندناش طبيب، لومبيلونس دايره لنا الجماعه، وتيجي المواطن وتيخلص 200 درهم ديال الغازوال باش يوصلوه لا سميتو. اقسم لكم بالله العلي العظيم الا واحد النهاريات واحد السيده جابوها وجابوها لومبيلونس وركبوها وجلسوا هذاك الشيفور ديال لومبيلونس مسكين ما غاديش يشري المازوت من جيبو، كاين مازال ما سالاش وتيناقشوا معاه شحال نعطيوك، ها كاين واحد المبلغ هو 200 درهم، هو مسكين جاك بالليل وعيطتي عليه، جوج الناس ما غادي راه كيخدموا مع هاد لومبيلونس ما غاديش نسميهم، كنشكرهم بهذه المناسبه راهم عارفين رسوم، وتيخلص المواطن وهاد لومبيلونس دارتها الجماعه، لكن حنا الجماعه اعتقد ما هي غير مطالبه باش انها تبقى تخلص على الناس لومبيلونس، راه خص وزاره الصحه تعطينا حقنا تدير لنا واحد لومبيلونس لخدمتنا وخدمه النساء الحوامل ديالنا والناس اللي تيضربهم العقارب والفوعه وديك الشيء وهذا، واش حنا وزاره الصحه ما قداش تخلص علينا غير لومبيلونس والغازوال والكاربيرون، ما جبتولناش الطبيب، راه حنا كنسلكوا الامور وكنتداوو بالعشوب وكنتداوو بهادي وكنمشيو عندها سميتو، راهم في واحد الحاله ما شاء الله، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اضيف الى هذا ان الساكنه بالظروف القاسيه وبعد المسافات عن المدرسه وبالفقر وكذا الناس راه ما قراتش ومساكن ما يعني حتى باش يعبروا على الحقوق ديالهم ما عرفوش، انا لا الوم المواطن ولكن المسؤولين خاصهم يحسوا بهاد الناس، يجب يحسون بلي انهم مواطنين
راه ماشي بقاتها في الكومبليات والمرسيدسات والزرود وديك الشيء، لا راه كاين مواطن مغربي ينتظر ينتظر. هاد الحكومه هادي راه خصها تلتفت لينا، راه ما عمر شي وزير جا عندنا، راه ما عمر جا عندنا لا وزير الصحه ولا وزير التجهيز ولا وزير الفلاحه ولا. واحد النقطه مهمه تفكرتها، بعض الناس خداو شواهد اداريه في هاد الارض هادي. كنطالب بهاد المناسبه المديريه ديال وزاره الفلاحه في بوعرفه توقف هاد الملفات هادي. هادي ارضنا، راه جات ناس عندها الفلوس شرات الارض بواحد الصيغه ما عرفتش كاع كي دايره، ومن بعد صوبوا الشواهد الاداريه ما عرفناش كيفاش داروهم كاع، و تيستغلوا تياخذوا لي سوبفونسيون من 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 وزاره الفلاحه، والناس اللي كبروا في هذيك البلاد ما توفروش على هذا الشيء. الا كان هذا الباب حلال على البعض فان يحل على الجميع، يكون حلال على الجميع. ماشي كاينه ناس ربما عندها معارف، ربما بطريقه ما، الله اعلم. انا اطالب المسؤولين ان يقوموا بتحقيق في هذا الباب هذا. واحد الاضافه اخرى الله يخليك، كاين عندنا واحد التعاونيه ديال لازير عندنا في انول. هاد الناس هادو راه تيحفروا ابار وراه بدون مراقب، وراه غاديين في ليكستونسيون ديال لو تيغان داغريكولتور ديالهم يديروا لو غومارين، يعملوا هاد لازير وراه ما كاينش اللي كيهضر معاهم. نطالب السلطات المحليه، نطالب السلطات في العماله، نطالب السلطات على المستوى المركزي انهم يتدخلوا يشوفوا هذا الشيء اللي راه صاري لينا. حنا رحنا مكرفسين بزاف، السكينه مكرفصه بزاف، حقنا كيمشي لينا. وسمحوا لي الا طولت عليكم لانه الموضوع كبير جدا ويستحق كثير من الوقت، ولكن انا هاني قلت اللي فيه. وهذه المناسبه هذه كنطلبوا الله عز وجل ينزل علينا شآبيب رحمته، ونزل علينا أمطار أغيتنا، اللهم أغيتنا، اللهم يا ربي احفظ جلالة الملك أينما رحل وارتحل. الله يعز هذا المغرب هذا والشعب ديالو، والله يجعل المسؤولين المغاربة يحترموا المواطنين المغاربة، ونحترموا الميزانيات والمال العام. حنا كنبغيو المغرب، نغيروا عليه، نغيروا على شعبه، ونغيروا على ملكه، ونغيروا على وطنيتنا. نحن في بلد، في ملكية دستورية وتاجها فوق رؤوس كل المغاربة، وفخر لنا. والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.